بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير. جمهور النادي الأهلي العظيم، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج الترند. طبعا حلقة النهاردة هيكون فيها تفاصيل مهمة جدا وأخبار حصرية عبر شاشة قناة الأهلي، وناس كتير أنا عارف مستنيانا النهاردة عشان هنتكلم في تفاصيل مهمة جدا. نتيجة مباراة الأمس والتعادل السلبي في مباراة الأمس بالتأكيد مع البنك الأهلي، أكيد فقدان النقاط مبكرا في بداية الدوري شيء مش كويس، ولكن هنتكلم بالطبع على مباراة النهاردة، وهنتكلم على الأخطاء التحكيمية، وهنتكلم عن تفاصيل مهمة جدا عن مشاركة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا، الاستعداد للسفر للحضور مراسم قرعة مونديال الأندية في الولايات المتحدة الأمريكية يوم الخميس المقبل. القرعة تكون الساعة 8 بإذن الله بتوقيت القاهرة. الحلقة النهاردة فيها تفاصيل كتيرة ومعلومات مهمة، واعتقد فرصه طيبه النهارده تبقوا معانا على مدار ساعه ونصف تشوفوا وتسمعوا، واكيد هنقول لكم بعض المعلومات اللي ممكن يعني توضح تفاصيل كتيره جدا وهتوضح مشاهد مهمه جدا بالنسبه للمشهد الرياضي وبالنسبه لموقف النادي الاهلي في الفتره اللي جايه سواء على المستوى القاري او حتى على المستوى الدولي. بدايه طبعا التعادل بالامس قبل البنك الاهلي نتيجه ليست جيده، وفي بداية مشوار مسابقة الدوري أنت بتحاول قدر الإمكان مش تتصدر المسابقة وبس، لا بتحصد أكبر عدد من النقاط عشان يكون في مساحة أنك تقدر تلعب على جولة المنافسة على البطولة بشكل أفضل شوية، ما تكون مضغوط عن المرحلة اللي احنا فيها في الـ 17 جولة. تكسب أول مبارتين شيء كويس، سواء سيراميكا أو زد بنتيجة إيجابية ده شيء كويس جدا، لكن لما تتعادل مع الاتحاد 1-1 وتتعادل مع البنك الأهلي سلبيا، أعتقد نتائج ممكن ما تبقاش جيدة على المستقبل بالنسبة للفريق في مشوار الدوري. لسه المشوار طويل، تلعبت 4 مباريات باقي 13 مباراة، ولكن مهم جدا وانت في بداية المسابقة تجمع أكبر قدر من النقاط. والجماهير بالتأكيد حزينة وزعلانة، واللعيبة المفروض الطبيعي جدا تكون هي كمان مقدرة هذا الغضب وهذا الزعل في ظل أنك خلاص داخل كمان على مراحل صعبة جدا، أصعب من الدوري بمراحل كتيرة. عندك مباراة أورلاندو بايرتس السبت اللي جاي، هتسافر الأربع يوم الأربع إلى جوهانسبرج، فمباراة ما فيهاش أي مجال لتضييع نقاط، لازم ترجع بإذن الله إن شاء الله بنتيجة إيجابية. بعدها عندك مشاركة في قطر والحلم اللي جماهير الأهلي بتحلمه، ليه لأ نوصل للفاينل؟ بس كل التفاصيل دي عشان توصل لها وأنت في أشد عوامل التركيز والحسم لازم تكون طالع من القاهرة بعوامل معنوية مهمة جدا، ألا وهي أنك تبقى كسبان كل ماتشات الدوري، على الأقل لو مش كسبان تبقى بتأدي في الملعب أفضل أداء. ده شيء مهم جدا وده اللي الجمهور بيطلبه، وأكيد ده طلب مشروع من الجماهير سواء للجهاز الفني أو للاعبين. أكيد ناس كتيرة مستنياني أتكلم النهاردة عن التحكيم، وهتكلم عن التحكيم، بس هل التحكيم ممكن يكون سبب رئيسي في اللي حصل امبارح؟ هو جزء من المسؤولية وليست المسؤولية كلها، والنهارده هشرح بالتفاصيل مسؤوليه التحكيم امبارح ازاي اثرت في نتيجه اللقاء. ممكن تبقى سيء، ممكن ما تكونش في مستواك اللي انت الجمهور بينتظره منك، لكن في نفس الوقت التحكيم اكيد لازم يديلك حقك حتى لو في اسوأ الظروف، لان انت مش مطالب وانت كمان مش في مستواك ان التحكيم كمان ما يكونش في مستواه. يعني مهم جدا ان التحكيم يكون ليه دور كبير جدا وان الناس تبقى مركزه في شغلها. مقبول أي خطأ تحكيمي يحصل في أي مباراة بتحصل، ولكن خطأ في تطبيق بروتوكول تقنية الفار لا ما تعديش وما ينفعش تعدي. والطبيعي ده لو بيحصل في أي في حتة في العالم الدنيا بتتقلب. ممكن نختلف على تسلل، ممكن نختلف على ركلة جزاء، ممكن نختلف على فاول وإنذار وطرد، لكن تطبيق القانون أو تطبيق بروتوكول الفار ده ما فيهوش هزار. أكيد النهاردة هنتناول التفاصيل دي في سياق الحلقة، ولكن أبدأ معاكم بالاستعداد لمباراة أورلاندو بايرتس. النهاردة الفريق نقدر نقول كامل العدد بنسبة كبيرة. طبعا الفترة الأخيرة إصابة أشرف داري، إصابة وسام أبو علي وإمام عاشور وعدم مشاركته في التدريبات الفترة الأخيرة كانت عناصر ركائز أساسية مش موجودة في التدريبات قبل مباراة البنك الأهلي. نقدر نقول النهاردة الحمد لله نقدر نقول بنسبة كبيرة جدا كامل العدد. لسه طبعا هننتظر عودة محمد هاني، كريم فؤاد، هنطمن على علي معلول اللي بدأ ينزل التدريبات تدريجيا، كل ده هنتكلم عليه، ولكن النهاردة عناصر مهمة جدا بدأت تدخل التدريبات بشكل كبير جدا. لما تتكلم على وسام أبو علي وتقول إن بدأ التدريبات التأهيلية بالجري حول الملعب
وابتدى شويه شويه هيخش في المران الجماعي، ده شيء مبشر جدا وتتأكيدا اللي قلناه هنا في برنامج الترند لما قلنا لحضراتكم بطمنكم سيبيكم من كل الكلام اللي بيتقال بره، اصابه في الركبه، شرخ مش عارف ايه، قلت لكم الكلام ده كله غلط. ان شاء الله حاجه بسيطه، وقبل ماتش اورلاندو هيتحدد موقفه، لكن في قطر وسام ابو علي موجود. وشفتوا الصور وشفتوا الفيديوهات اكيد، وسام بيشارك في التدريبات التاهيليه، وباذن الله ان شاء الله يوم الاربع باذن الله ممكن يكون متواجد في التدريبات الجماعيه، واختياره لرحله السفر او عدم اختياره ده راجع لمارسيل كولر، ولكن ان شاء الله فنيا هيكون لائق وجاهز ابتداء من يوم الاربع اللي جاي، لان بكره باذن الله كمان الفريق اجازه، بكره راحه سلبيه، والتدريب هيكون يوم الاربع والسفر منها ان شاء الله مباشره الى جوهانسبرغ. اشرف داري شارك في التدريبات الجماعيه النهارده، واشرف داري تحت يعني رؤيه مارسيل كولر، وبنسبه كبيره هيكون موجود مع الاهلي باذن الله في رحله جنوب افريقيا عشان يتواجد مع الفريق في هذه المواجهه الصعبه جدا. يشارك ما يشاركش ده برضو قرار ورؤيه لمارسيل كولر، هو صاحب الاختيار او صاحب القرار الفني في مساله مشاركه اشرف داري في مباراه اورلاندو بايرتس. ولكن عايز اتوقف عند موضوع عوده امام عاشور للتدريبات الجماعيه. هو هنا في قناه الاهلي لما اعلنا عن عقوبه امام عاشور، هل اعلنا عن ايقاف اللاعب عن التدريبات اسبوع او 10 ايام؟ ما حصلش، بالعكس، واللقاء موجود والحوار موجود والحلقه موجوده على اليوتيوب. ايقاف امام عاشور او غرامه او قرار الكابتن محمد رمضان المدير الرياضي كان تغريم امام عاشور مليون جنيه. كان تغريم امام عاشور مليون جنيه. قدامكم اهي صور خاصه من مشاركه امام عاشور في التدريبات الجماعيه النهارده. وجوده مع كهربا والجهاز الفني واللاعبين. طيب بتحاسبونا على فكره اصل امام كان موقوف اسبوع. لا، ده مش مكتوب رسمي ولا معلن اصلا في النادي الاهلي، النادي الاهلي قال ان امام عاشور غرامه مليون جنيه. عودته للتدريبات طبقا لرؤيه المدير الفني مارسيل كولر، اذا ايقافه اسبوع او منعه من المباريات ده كان اجتهادات صحفيه للعديد من الزملاء. واللي قال مليون مش هيخبي ايقاف اسبوع. يعني انت قلت الرقم الاكبر غرامه مليون جنيه. وعايز اقول لكم بعد المليون جنيه حصلت تطورات، ممكن يكون في غرامات ثانيه. لكن الاهلي اكيد مش هيخبي على حضراتكم اي تفاصيل، لكن اقول المليون واخبي ايقاف اسبوع؟ مش لوجيك يعني، مش طبيعي. ولكن موقف حصل من اللاعب، اعتذر عنه لزملائه وللجهاز الفني ولكابتن الفريق وكتب على حسابه الرسمي، ومارسيل كولر واللاعبين وكابتن الفريق محمد الشناوي تقبل الاعتذار، والنهارده اللاعب شارك في التدريبات الجماعيه. يبقى بالتالي مفيش فكره الاسبوع ولا منعه من المباريات. طبقا للحاله الفنيه في ماتش البنك الاهلي ما كانش موجود. يصطحب كولر لمباراه اورلاندو، ده هيتحدد في الساعات اللي جايه، وان كان كولر بيفكر ان يكون امام عاشور معاهم في رحله اورلاندو بايرتس، ولكن فكره ان اللاعب كان موقوف وتم الغاء القرار، الكلام ده مش في النادي الاهلي. حاسبونا على اللي بيتقال هنا او من خلال صفحه النادي الرسميه على الفيسبوك، ولكن اجتهادات بعض الزملاء بتبقى اجتهادات ولكن ليست معلومات مؤكده او رسميه. طيب عموما ما تروحوش بعيد النهارده، وزي ما وعدتكم هتكونوا عايشين معانا لحظه بلحظه ايه اللي هيحصل في قرعه مونديال الانديه يوم الخميس اللي جاي الساعه 8 بتوقيت القاهره، وقبل موعد القرعه ب 72 ساعه، وزي ما اكدت لحضراتكم هيكون في اجتماع او النهارده كان في اجتماع هنشرح لحضراتكم ايه اللي حصل، التصنيف وضعه ايه، الانديه العربيه تصنيفها ايه في البطوله، مين الاعلى رانكينج وتصنيف على مستوى قرعه مونديال الانديه، كل ده بالتاكيد هنشرحه النهارده ونتكلم فيه. ولكن بالتاكيد برضو عايز اكد لحضراتكم ان النهارده المهندس خالد مرتجي امين صندوق مجلس اداره النادي الاهلي هيسافر في الواحده من صباح غد الثلاثاء عشان يحضر مراسم قرعه مونديال الانديه في الولايات المتحده الامريكيه. للاسف تعذر سفر الكابتن محمود الخطيب كرئيسا للنادي الاهلي واحد اساطير الكره المصريه والنادي الاهلي نتيجه طبعا تعبه وغيابه الفتره الاخيره نتيجه مرضه. الف مليون سلامه عليك يا كابتن محمود، باذن الله نطمن عليك قريب جدا ونشوفك في النادي منور النادي دايما مع كل اعضاء مجلس الاداره وما بين اعضاء النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي. فلذلك النهارده المهندس خالد مرتجى هو اللي هيكون موجود او هو اللي هيسافر النهارده الى مراسم قرعه البطوله اللي هتكون في ميامي، مدينه ميامي في ولايه فلوريدا شرق الولايات المتحده الامريكيه. وللاسف ايضا نتيجه لضيق الوقت يمكن حتى الاسطوره الكابتن مصطفى عبده تعذر سفره نتيجه طبعا صعوبه انهاء الاجراءات والتاشيره للولايات المتحده الامريكيه، فلا هيكون ممثل عن النادي الاهلي في هذه القرعه وفي هذه المراسم المهندس خالد مرتجي امين صندوق مجلس اداره النادي الاهلي.
فقرة مهمة جدا هنتكلم فيها النهارده في التوب نيوز عن القرعة والتصنيف، والنهارده عندي لكم مفاجآت متعلقة الفيفا، ايه القواعد اللي حطها عشان تصنيف الأندية، واكيد الكل النهارده هيتفاجئ بحاجات كتيرة الفيفا عملها في اجتماع النهارده اللي اتعمل صباحا بمشاركة 32 نادي على أعلى مستوى في اجتماع ضم 32 نادي على مستوى العالم. طيب النهارده كمان في الفقرة الحوارية هينورنا الكاتب الصحفي والناقد الرياضي بالأهرام الأستاذ عبد الحكيم أبو علم، ودي فقرة الصحافة الثابتة اللي بنتكلم فيها في موضوعات مهمة جدا بتشغل بال رأي العام وبتشغل بال كل الأهلاوية، اللي بيتكتب في السوشيال ميديا بنشوف دلوقتي فيديوهات مفبركة، سكرين شوت للأسف بيبقى مفبرك، عايزين نتكلم في قضايا متعلقة بمسابقات الكرة المصرية، الأخبار اللي بيتم تداولها بشأن بعض اللاعبين، كل ده النهارده هنتناقش فيه ونتكلم معاه الأستاذ عبد الحكيم أبو علم في الفقرة الحوارية من برنامج الترند. لكن نروح دلوقتي لسؤال حلقة النهارده واللي طرحناه على صفحات القناة عبر السوشيال ميديا عشان الكل يشارك معانا في الإجابة على السؤال، وسؤالنا النهارده متى تنتهي الأخطاء التحكيمية المؤثرة في نتائج مباريات الأهلي؟ الكل يدخل ويشارك معانا وعايزين نعرف رأيكم، إمتى تنتهي هذه الأخطاء اللي بتأثر للأسف في نتائج مباريات الأهلي من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا؟ وفي الجزء الأخير هستعرض أكبر قدر من آراء حضراتكم على هذه الجزئية الخطيرة والمؤثرة جدا في مشوار الأهلي في بطولة الدوري العام. لكن نروح دلوقتي لأهم العناوين. البداية في ترند الأهلي، بدون راحة الفريق يواصل تدريباته استعدادا للمواجهة الإفريقية، وكمان المفاجأة الأهلي والهلال السعودي في التصنيف الثالث بمونديال الأندية 2025. وفي الترند العالمي، أرسنال يراقب تألق مرموش. ببقى مبسوط كل يوم كده وكل حلقة لما أتكلم على نجم زي عمر مرموش ونجم زي محمد صلاح بيتألق في مباراة السيتي، مباراة ليفربول. عمر مرموش مكسر الدنيا في البوندز ليجا، ربنا يكرمهم يا رب في الفترة اللي جاية، الاتنين سفراء يعني فوق العادة للكرة المصرية في الدوريات الأوروبية. نروح للدوري المصري، ومنذ قليل انتهى الشوط الأول في مباراتين، فرقه متقدم على بتروجيت 2-0، والمصري البورسعيدي مع بيراميدز ما زال التعادل السلبي. الساعة 8 على ملعب غزل المحلة، غزل المحلة بيستضيف نادي الزمالك. نروح للدوري الإسباني، والساعة 10 من مساء اليوم إشبيلية بيستضيف أوساسونا، وفي الدوري الإيطالي روما بيستضيف أتلانتا. دي أبرز مباريات اليوم. نتمنى التوفيق يا رب لكل السادة المشاهدين ومشاهدة ممتعة بالتأكيد من خلال متابعة الدوريات الأوروبية. عموما دي كانت أبرز التفاصيل اللي معانا النهاردة في بداية حلقة برنامج الترند. عشان الوقت وعشان الفاصل نخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نرجع للتوب نيوز، تفاصيل وكواليس متعلقة بتصنيف مونديال الأندية والقرعة اللي هتتعمل يوم الخميس اللي جاي بعد اجتماع فيفا اللي عقد اليوم، وفي كواليس موسعة مع الأندية المشاركة. اهلا بحضراتكم من جديد، وفقره التوب نيوز اللي فيها اخبار مهمه جدا وحصريه على شاشه قناه الاهلي. بدايه يمكن خلاص تم تحديد رسميا من هو رئيس بعثه فريق النادي الاهلي المسافره الى جنوب افريقيا يوم الاربعاء المقبل استعدادا لمواجهه اورلاندو بايرتس في الجوله الثانيه من دوري ابطال افريقيا يوم السبت الساعه 3 عصرا بتوقيت القاهره. رسميا خلاص تم تحديد سفر الكابتن حسام غالي عضو مجلس اداره النادي الاهلي عشان يكون هو رئيسا لبعثه فريق النادي الاهلي في جوهانسبرغ، وخلاص يمكن تم كمان ترتيب كافه الاجراءات والتنسيق مع الكابتن محمد رمضان المدير الرياضي في كل ما يخص سفر واقامه البعثه وتوفير افضل الاجواء التي تساعد الجهاز الفني واللاعبين. نتمنى يا رب التوفيق للاهلي في هذه الرحله الصعبه جدا اللي نتمنى عوده الاهلي منها بنتيجه ايجابيه، يعني سعيا نحو الصداره واستكمال المشوار بشكل ايجابي في منافسات دوري ابطال افريقيا. ده خبر اول في التوب نيوز وخبر جديد صدر بشكل رسمي من قبل اداره النادي الاهلي. طيب نروح بقى للموضوع الثاني وهو متعلق بتصنيف الانديه المشاركه في مونديال الانديه التي تستضيفها الولايات المتحده الامريكيه في الصيف العام المقبل. النهارده الاتحاد الدولي كان عامل اجتماع موسع مع 32 نادي، ريال مدريد وباريس سان جيرمان واتلتيكو مدريد وبايرن ميونخ والاهلي وصن داونز والترجي والوداد واولسن هونداي الكوري والعين الاماراتي والهلال السعودي. 32 نادي هم نخبه الانديه على مستوى العالم. لما تبص كده على جلسه الزوم ميتنج تلاقي فيها الاهلي
بجواره ريال مدريد، بجواره البي اس جي، بجواره بايرن ميونخ. فخمه، حاجه فخمه جدا وحاجه كبيره جدا بالنسبه لنادي مصري بيمثل دايما الانديه المصريه والعربيه والافريقيه. النهارده الترند هيزيح الستار عن تصنيف فيفا للانديه المشاركه في كاس العالم بالولايات المتحده الامريكيه. ولكن قبل ما اتكلم على التصنيف والفيفا هيشتغل ازاي على التصنيف اللي بالمناسبه يمكن كل كلامنا ده النهارده من خلال مصادر رسميه، وكالعاده الحمد لله هي مصادر ثقه ومصادر يعني قريبه الصله من صناعه القرار في الاتحاد الدولي. النهارده مدتنا ببعض التفاصيل المتعلقه بالتصنيف وقواعد الاقامه والاعاشه وكل الامور المتعلقه اللوجستيه بسفر الانديه المشاركه في مونديال الانديه. يمكن بكره اعتقد هيتم الاعلان بشكل رسمي، لكن النهارده من بدري بدري كده بنقربكم شويه من المشهد، وبندخل من خلال مصادرنا اللي بنثق فيها بنقول لكم ايه اللي حصل النهارده في الاجتماعات. اولا كل الانديه اللي هتشارك في مونديال الانديه مش هتبقى موجوده في الولايات اللي بتستضيف المباريات. يعني مثلا يعني الاهلي مثلا هيلعب في مدينه ميامي في ولايه فلوريدا، مش معنى كده الاهلي هيلعب في ميامي ان هو هيكون مقيم في ميامي، مش شرط. لا، قبل منتصف يناير الفيفا هيحدد بشكل نهائي كل نادي هيعسكر فين. بمعنى ممكن تقعد في ولايه فلوريدا ولكن مبارياتك مثلا في نيويورك، فبالتالي انت موجود في فلوريدا. انا بدي مثال رغم انا عارف ممكن يكون المسافات ما بين الولايات في امريكا بالست ساعات طيران وبالعشر ساعات وبالثمان ساعات، ولكن انا بدي مثال. هتقعد كمعسكر في مكان وهتسافر على المدينه اللي هتلعب فيها المباريات ليله الماتش، بحيث ليله المباراه يبقى في مبيت في المدينه اللي فيها المباراه، تلعب المباراه وترجع من تاني للمعسكر اللي انت مقيم فيه طوال فتره البطوله. ده لكل الانديه بلا استثناء. هيديك مساحه تختار مدن وولايات تقيم فيها ممكن انت شايفها كاقامه وكاعاشه وكتدريب على اعلى مستوى، وساعتها بقى في رحلات طيران ليله المباريات. هتلعب الجمعه تسافر يوم الخميس تتمرن هناك وتلعب الجمعه وترجع تاني بعد المباراه من خلال رحله خاصه الفيفا بيوفرها عشان تقيم في المكان اللي هتعمل فيه معسكر طوال فتره البطوله. اتاهلت للادوار التاليه هتغير معسكرك طبقا للمدن اللي هتكمل في البطوله حتى المباراه النهائيه. فكل التفاصيل دي باذن الله النهارده من خلال الاجتماع خلاص على منتصف يناير هيتحدد كافه التفاصيل دي عشان تعرف انت هتبقى مقيم فين. مش معنى انك في القرعه يوم الخميس هتعرف هتلعب فين ان ده المكان اللي هتبقى مقيم فيه، مش شرط. فلسه لغايه منتصف يناير كل واحد بقى يعرف المعسكر بتاعه فين، ملاعب التدريب فين، وهل المدينه اللي هتقعد فيها قريبه من ملعب المباراه برحله طيران ساعتين ثلاثه. ده اللي هنشوفه في الفتره اللي جايه. طيب نروح بقى لقواعد التصنيف. هو الفيفا عشان يحط قواعد للتصنيف فكر فيها ازاي؟ بصوا يا جماعه، قواعد التصنيف اتعملت ازاي؟ عندك 32 نادي هيتقسموا على اربع وعاء، كل وعاء او كل دايره فيها 8 انديه. كل وعاء فيه 8 انديه، 8 16 24 32. هيتوزعوا ازاي؟ الوعاء الف هيبقى فيه اعلى 8 انديه على مستوى التصنيف. الوعاء ب هيكون فيه اعلى 8 انديه بعد الثمان انديه الاولانيه في التصنيف، وهكذا لغايه لما توصل للتصنيف الرابع. كل وعاء متعلق بالتصنيف، وبالتالي هتسحب من كل وعاء 8 مرات عشان هيتوزعوا على 8 مجموعات. طيب الوعاء الاول الاعلى تصنيفا الفيفا حسمها ازاي؟ حسمها بناء على اتنين حاجتين. اولا قيمه البطوله القاريه كبطوله، جوائزها وقيمتها وامورها التسويقيه ومنافستها. وبالتالي انت عندك بطوله دوري ابطال اوروبا في المقام الاول هي الاعلى تصنيفا، ياتي بعدها بطوله كوبا ليبرتادورس الكونمونبول اتحاد امريكا الجنوبيه في التصنيف الثاني. دول اعلى تصنيف بالنسبه للفيفا. اسيا وافريقيا والمحيط الهادي اوكيانوسيا والكونكاكاف امريكا الشماليه تساووا في التصنيف عشان يكونوا في الثالث والرابع. طيب هيوزع ازاي؟ ما انت عندك 12 نادي على مستوى اوروبا وعندك 6 على مستوى الكونمونبول امريكا الجنوبيه اللي هو كوبا ليبرتادورس، 12 و6 18، وانت عشان توزع يبقى 8 و8 16، يبقى لسه في نادي هنا هيروحوا للتصنيف الثالث. هو عمل ايه؟ هيعمل معيار تاني. احنا خلاص حددنا ان المعايير الاولانيه قوه البطولات، يبقى بطوله اوروبا في المقام الاول، امريكا الجنوبيه في المقام الثاني، افريقيا واسيا والمحيط الهادي والكونكاكاف متساويين في التصنيف الثالث والرابع. فبالتالي خلاص عرفنا ان احنا هنبقى في الثالث والرابع. بس عشان نعرف احنا في الثالث والرابع هيبقى ازاي،
او الانديه الاوروبيه، مين اول ومين تاني هتبقى ازاي؟ هيرجع لتصنيفك القاري داخل قارتك، انت ترتيبك رقم كام؟ بمعنى لما تروح مثلا لانديه اوروبا، مين اول اربع انديه في التصنيف الاوروبي؟ السيتي والريال والباير وباريس سان جيرمان. دول اعلى تصنيف في اوروبا، فدول هيتحطوا في الوعاء الاول او في التصنيف الاول، وبعد كده تكمل على التصنيف الثاني الاربعه او السته اللي يليهم، بعد كده تكمل على التصنيف الثالث والرابع. خلينا في افريقيا، لما تروح للوعاء الاول هتحط السيتي والريال والباير وباريس سان جيرمان، دول اربعه متصدرين التصنيف في اوروبا، هيتحطوا في التصنيف الاول. معاهم من امريكا الجنوبيه مين؟ فلامينجو، بالميراس، وريفر بليت، وفلومينسي البرازيلي، ثلاث انديه من البرازيل ونادي من الارجنتين ريفر بليت. دول اربعه من امريكا الجنوبيه مع الاربعه اوروبا، دول الثمانيه التصنيف الاول. طب التصنيف الثاني هتلاقي نفسك رايح لتشيلسي، بروسيا دورتموند، انتر ميلان، بورتو، اتلتيكو مدريد، بنفيكا، ادي سته على مستوى اوروبا. وهيكمل بناديين من امريكا الجنوبيه، بوكا جونيورز الارجنتيني، وبوتافوجو البرازيلي لسه كسبان اتلتيكو مينيرو اول امس في نهائي كوبا ليبرتادوريس. وبالتالي دول الثمانيه اللي في التصنيف الثاني. طب التصنيف الثالث هتروح بقى لانديه افريقيا واسيا وامريكا الشماليه واوقيانوسيا. طيب الاهلي في التصنيف الثالث. الاهلي في التصنيف الثالث، ولكن في صداره التصنيف الثالث. ليه؟ لان الاهلي على المستوى القاري، وده بقى المعيار الثاني اللي بقول لكم عليه. انت في مستوى تصنيف قارتك ترتيبك رقم كام؟ رقم واحد، فتتحط في صداره التصنيف الثالث. معاك مين؟ معاك الوداد المغربي. طب لما تروح للترجي ومامولودي سان داونز ينزلوا للدرجه الاقل التصنيف الرابع. ليه؟ لان هم تصنيفهم الافريقي جاي بعد الاهلي والوداد. ما هو التصنيف الثالث اكيد مش الاهلي والوداد والترجي وسان داونز، لازم يكمل من باقي الانديه، لان خد بالك انت لسه عندك ناديين على الاقل من اوروبا، لسه عندك ريد بول سالسبورج النمساوي، وعندك انديه ثانيه حتى على مستوى التصنيف الثالث، الهلال السعودي واونسان هونداي الكوري، عندك فرق من امريكا الشماليه، فانت محتاج 8 انديه في التصنيف الثالث، على راسهم النادي الاهلي، لان النادي الاهلي رقم واحد في افريقيا. بالقياس مع الهلال السعودي، لان الهلال السعودي رقم واحد في قاره اسيا. وبعد ذلك بتلاقي بقى التصنيف الرابع للانديه المتاخره في التصنيف الرانكينج على المستوى القاري، اللي هو الترجي، مامولودي سان داونز، وممكن تلاقي العين الاماراتي واراوا ريد ديفلز الياباني. لكن الهلال السعودي واولسن هونداي الكوري هم اعلى ناديين في التصنيف الاسيوي، وبالتالي قد يتواجد في التصنيف الثالث مع الاهلي والوداد وباقي فرق امريكا الشماليه اللي بالتاكيد هيكملوا في التصنيف الرابع. انتر ميامي الامريكي هيكون في التصنيف الرابع. هيكون في التصنيف الرابع. يبقى وارد جدا النادي الاهلي وهو في التصنيف الثالث في القرعه اللي هتتعمل يوم الخميس ممكن يكون معاه انتر ميامي في التصنيف الرابع، مواجهه مع ميسي وسواريز. وارد. وارد في التصنيف الاول تلاقي الريال جالك من التصنيف الاول مع تشيلسي او اتلتيكو مدريد في التصنيف الثاني. ممكن تلاقي مجموعه الاهلي مثلا الريال، اتلتيكو مدريد او تشيلسي مثلا، والاهلي وانتر ميامي الامريكي. ده شكل ترتيب المجموعه. اذا الفيفا النهارده في جلسه ورشه العمل مع ال 32 نادي وبحضور الاتحادات القاريه اشتغل على جزئيتين. قال لهم القواعد هتكون متعلقه بقوه البطولات رقم واحد، ثانيا لما وزع الانديه في كل وعاء طبقا للتصنيف بتاعه على المستوى القاري. وبالتالي ترتيب الاهلي رقم واحد، فبعد ما تخلص الوعاء الاول والوعاء الثاني اللي هو التصنيف الاول والثاني هيكون الاهلي دايما في صداره التصنيف الثالث زيه زي الهلال السعودي والانديه المتبقيه من اوروبا وباقي فرق امريكا الشماليه. اذا صداره الاهلي في التصنيف الافريقي وضعته في المرتبه الثالثه، وقلنا لحضراتكم التصنيف الثالث هيجمع الاهلي والوداد والهلال السعودي، وفي صعوبه كبيره جدا طبقا للتوزيع الجغرافي انك تلاقي الاهلي معاه سان داونز او الترجي. الهلال صعب يكون معاه العين الاماراتي او اولسن هونداي الكوري. وارد تلاقي، وده سهل جدا طبعا طبقا للتوزيع الجغرافي، وده بيحصل حتى في منتخبات كاس العالم، انك تلاقي فريق من امريكا الجنوبيه مع فريق من اوروبا. لكن فريق من امريكا الشماليه مع امريكا الشماليه لا. فريق من اسيا مع فريق اخر من اسيا لا. اهلي مع ترجي او سان داونز او وداد لا. ده مش هيحصل. وبالتالي دي القواعد ودي القرعه اللي هتشوفوها يوم الخميس اللي جاي، ودي قواعد التصنيف اللي بشرحها لحضراتكم. ناس كتير كانت بتسال الاهلي في التصنيف الاول. انا استحاله اطلع اقول معلومه الا لما اتاكد منها بشكل رسمي. كان عندي امل ان نكون في التصنيف الثاني. كان عندي امل عشان نبعد عن المباريات الصعبه الكبيره اكتر. ولكن طبقا للقواعد اللي حطها الفيفا، طبقا لقوه وقيم البطولات، قاره افريقيا جت في التصنيف الثالث، ولكن الاهلي في الصداره لانه تصنيفه الافريقي بيعدي الوداد والترجي وسان داونز، فبالتالي في صداره التصنيف الثالث. وفي انديه افريقيه زي الترجي وسان داونز نزلوا للتصنيف الرابع. دي قواعد، والنهارده الترند بيزيح الستار عن تصنيف الانديه المشاركه في كاس العالم لاول مره. كلام هتسمعوه لاول مره، وخلال ساعات هتشوفوه بشكل رسمي، وفي القرعه باذن الله
صوت وصورة هتشوفوها يوم الخميس الساعة 8 بتوقيت القاهرة. نخرج إلى فاصل ثم نواصل. بعد الفاصل معايا قضية مهمة جدا متعلقة بالأخطاء التحكيمية المؤثرة في مباريات النادي الأهلي. خبر من الأخبار المهمة كمان اللي نزلت من شوية على الصفحة الرسمية للنادي الأهلي، وهو خبر جماهيري في المقام الأول، إن دل على شيء بيدل على مدى تقدير واحترام مجلس إدارة النادي الأهلي لجماهيره العريضة في كل مكان، تحديدا في منطقة الخليج العربي وفي كل أرجاء الوطن العربي. كان في طلب من رابطة مشجعي الأهلي في قطر اللي عاملة مجهود كبير جدا وبذلة مجهود كبير جدا عشان تكون على قدر الحدث أثناء استضافة قطر لبطولة فيفا انتر كونتيننتال ومشاركة الأهلي التاريخية في هذه البطولة، من استقبال الأهلي وتشجيع الأهلي ومساندة ومؤازرة الأهلي في المدرجات خلال أحداث وفعاليات البطولة. كمان طلبوا من إدارة النادي أن يكون في فرصة للاشتراك في عضوية النادي الأهلي من خلال المصريين والمقيمين في قطر والسعودية والإمارات، والنادي الأهلي على طول يعني لبى الطلب ووافق من خلال هذا الإعلان اللي بناء على الخطاب الذي تلقته إدارة النادي مؤخرا من الرابطة المصرية في دولة قطر، والذي تضمن طلب الاشتراك في عضوية الأهلي لأبنائنا في دول الخليج بشكل عام وفي قطر بشكل خاص. ونزولا على هذه الرغبة التي لاقت تقديرا كبيرا، فقد قرر مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب فتح باب الاشتراك في عضوية النادي بشكل استثنائي للمصريين المتواجدين في دولة قطر والسعودية والإمارات والكويت والبحرين وعمان. وسوف يقوم النادي بإرسال وفد للتواجد في دولة قطر خلال الفترة من 4 إلى 19 ديسمبر الجاري لاستقبال كل الراغبين في الاشتراك بعضوية النادي. إذن فرصة طيبة وأثناء تواجد الأهلي في قطر للمشاركة في بطولة فيفا انتر كونتيننتال، هيكون في وفد رسمي من إدارة النادي يتواجد في قطر خلال الفترة من 4 حتى 19 ديسمبر كما تابعنا في هذا البيان، عشان تسهيل كافة الإجراءات لكل المصريين والأهلوية اللي حابين يشتركوا في عضوية النادي الأهلي. أعتقد يعني خبر جميل جدا، وإن ده اللي بيدل على مدى العلاقة والترابط ما بين الإدارة وجماهير النادي الأهلي في كل أرجاء العالم. طيب نروح بقى لأحداث مباراة الأمس. الأخطاء التحكيمية واردة وبتحصل في كل المباريات وفي كل الدنيا، هتفضل موجودة وهتفضل مستمرة، ومهما اشتغلت وطورت هتفضل موجودة أخطاء، ولكن خطأ عن خطأ بيفرق. بمعنى ممكن اتقبل ان في خطا تقديري عند حكم، خطا في لعبه ضربه جزاء شايف ان في شد ما فيش شد، في عرقله ما فيش عرقله، رغم ان وجود الفار بيساهم وبيساعد في ده، ولكن احنا عندنا في مصر بنستخدم الفار للاهداف والمصالح الشخصيه. للاهداف والمصالح الشخصيه، مين بيحب مين يعينه على الفار، مين بيعرف مين يظبطه ويحطه في الفار، يجمع عدد مباريات، مشاكل بقى، هل في جمعيات، هل في اقساط، ما اعرفش. المساله في النهايه الهدف منها لما بتعين الناس دي على تقنيه الفار، انت بتحل مشاكل ماديه ولا الهدف منها مشاكل فنيه، ولا انت هدفك ايه وانت بتحط حكام الفار في كل مباريات الدوري المصري؟ انا مش لاقي فلسفه، نفسي الاقي فلسفه اللي وضعها الفيفا ومجلس الايفاب عشان تستخدم الفار زيك زي كل الناس. ده مش شايفه في مصر. وتاني هرجع واكد، الاهلي كان وحش والاهلي كان سيء وما كانش فيه حتى فرص مهدرة كتيرة تقول ان انت عايز تكسب، كل ده موجود، مش هنغير رأينا، ولكن اخد حقي، اخد حقي. ما هو في فرق تانية على رمي التماس بتقلب الدنيا، لكن انا في ماتش الاتحاد ضربة جزاء يعني الناس كلها بتقول للاتحاد، وانا قلت هنا مش ضربة جزاء، ويحيى عطية الله لمست اليد مش ركلة جزاء، واللجنة قالت مش ركلة جزاء، بس اللجنة ما طلعتش اعلنت، للأسف اللجنة ما طلعتش اعلنت، بدل ما تشرح للناس وتثقف الناس وتفهم الناس ما اعلنتش، بس الاتحاد ما كانش ليه ركله جزاء، والاهلي كان ليه ركله جزاء كانت سليمه 100%، واللجنه عارفه وما قالتش. طب ماتش البنك الاهلي اللجنه مش هتطلع توضح؟ ولا كالعاده احنا اللي نطلع نوضح؟ ما هي اللجنه لازم يكون ليها دور. ايه دورها؟ ان هي توضح للاعلام، توضح للجمهور، ما الجمهور ده عنصر من عناصر اللعبه. هو يا الناس في اوروبا لما بتذيع محادثات الفار، ما تذيعش محادثات الفار، لما تقول رايك الفني كلجنه مسؤوله، مش ده مطلوب منك كلجنة انك تشرح للناس الحالات التحكيمية اللي فيها حالات جدلية؟ ده مطلوب منك، لكن بتضرب غطس ليه؟ لكن لما نعرف ان الحكام بتعينوا على تقنية الفار حكام ما صفرتش في الدوري، حكام ما عندهاش صلاحية انها تصفر في الدوري، لا
نسأل ليه وعشان ايه ولصالح مين وبنجامل مين. هو ده ما يبقى وصل الماتش. يعني مش معنى ان حكم الفار ده ما بيصفرش في الدوري كده الماتش مش قانوني، لا الماتش قانوني. هو لايسنس الفار ولايسنس الصفاره في الملعب ده ليه قواعد وده ليه قواعد. هو القواعد بتاعت انه يقعد في تقنيه الفار سليمه اوكي مفيش مشكله، بس خبراته فين يا جماعه؟ فين خبراته؟ فين كم المباريات اللي قدرها؟ مش موجوده. حتى على حكم الملعب كابتن محمد الحنفي مليون علامه استفهام عليه. اختياره ليه؟ وعشان ايه؟ ماتش الاهلي والبنك الاهلي السنه اللي فاتت بسبب المباراه دي الحنفي اتوقف فتره كبيره جدا. لانه كان على تقنيه الفار وما اداش للبنا قرار ان في لمسه يد على ايمن اشرف. ومع ذلك النهارده اللجنه بتعينه في ماتش الاهلي والبنك الاهلي، ليه برضو انا مش عارف. وكم الاخطاء والمعايير والاعتبارات اللي عكس بعض. دي فاول دي مش فاول، رغم ان دي قد دي بس معاييره مش مفهومه. طب اللعبه اللي مش عايز اطول عليكم عشان اقدر استقبل ضيفي بعد الفصل. لعبه رامي ربيعه. بالمناسبه يعني نفس اللعبه دي كانت النهارده موجوده في ماتش فاركو. نفس اللعبه بالظبط. واتحسبت هدف. بس مع الاهلي مش هدف. ليه؟ عشان جايبين حد على تقنيه الفار مش عارف قانون. واللي بيصفر في الملعب يا اما بيلقي المسؤوليه على حكم الفار يا اما هو كمان مش عارف قانون. واذا كانت دي صح تبقى كارثه، واذا كانت دي صح تبقى كارثه اكبر. طيب لما نروح للعبه رامي ربيعه. يعني الحكم بيننا وبينكم ايه؟ بروتوكول الفار. هي اللعبه لما جت في ايد رامي ربيع ولو نفترض ان هي لمسه يد، رغم ان هي مش لمسه يد كمان، يعني حتى كل خبراء التحكيم اجمعوا على ان الكره عرضيه واللاعب ما راحش بايده للكوره وبالتالي مش لمسه يد، بس هنروح ليها لمسه يد. ورامي ما جابش منها جون ولاعيب البنك الاهلي بدا الهجمه. طب ساعتها هنا اللعب بقى ايه؟ قدامكم على الشاشه ده ايه يا جماعه اللي على الشاشه؟ ده مشروع تقنيه الفار، تقنيه الفيديو. ده المشروع بتاع تقنيه الفيديو من الايفاب واللي الاتحاد الدولي بعته لكل الاتحادات، مش جايب حاجه من عندي. عشان اللي يطلع يشرح يا اما يطلع يشرح وهو فاهم يا اما ما يتكلمش خالص. بلاش جو الانتماءات والاهواء والحب والعلاقات بينكم من بعض والمصالح. ثقفوا الناس وعرفوا الناس الصح من الغلط. اخر فقره عندك بتقول لك ايه؟ اولا دي بنتكلم فيها على مرحله الاستحواذ الهجومي اللي هو الاي بي بي اللي امبارح كان بيتشرح من كذا خبير في التحكيم وما كانش عايز يشرح للناس هو ايه الاي بي بي. الاي بي بي ده اختصار لكلمه اتاكينج بوزيشن فاش. ده الكلمه اللي هي اي بي بي الاختصار الهجمه. اخر سطر معاك بيقول لك ايه؟ يتم اعاده تعيين تطبيق الفار. يعني تبدا تحسب الفار من امتى؟ ريست بدايه اللعبه عندما يكتسب الفريق المنافس السيطره على الكره. اهي عندما يكتسب الفريق المنافس السيطره على الكره. كنترول اوف ذا بول. السيطرة على الكرة أو عندما يبدأ الفريق المهاجم حركة جديدة أو تكتيك جديد. نيو تكتيك موف. لعيب البنك الأهلي استلم الكرة بعد ما جت في إيد رامي ربيعة وبدأ بيلعب الهجمة وبيشوط الكرة. كانت ممكن الكرة ما تخبطش في حد من الأهلي وتروح لمهاجم ينفرد بمرمى مصطفى شوبير وتبقى هجمة جديدة. مش دي الهجمة الجديدة؟ هو مش سيطر على الكرة؟ حد كان بينافسه على الكرة استلم الكرة وسيطر على الكرة. شاطها خبطت في لعيب في الأهلي. بدأت هجمة جديدة. تقنية الفار بتتدخل ليه؟ نفس اللعبة في مباراة الأهلي والبنك الأهلي. حالة استئناف لعب. تقنية الفار بتتدخل ليه؟ هي روح البروتوكول دايماً مع النادي الأهلي. يعني أنا عايز أفهم بس الحكام، روح البروتوكول دايماً مع النادي الأهلي، إيه الفكرة في ده؟ طب لما نجيب لكم ده على الشاشة والقانون بيقول كذا وكذا وكذا. اللجنة فين؟ الحكام دي بتدرس إيه؟ بتشرحوا لهم إيه؟ إيه اللي بيتقال للحكام بالشكل ده وبالمنظر ده؟ يا جماعة ما ينفعش الدوري المصري كل مشاكل الفار بالشكل ده. أنا ممكن أتقبل خطأ تحكيمي في أي لعبة، ولكن خطأ في تطبيق البروتوكول أو في القانون دي كارثة. واللجنة عادي لا بتعتذر ولا بتطلع بيان. يا جماعة دي لعبة، دي رياضة، دي كورة، اطلعوا عادي جدا. مش هنزعل والله ولا حد هيزعل، بس اطلعوا اشرحوا للناس الصح من الغلط، علموا الحكام الصح من الغلط. بعد كل ده مش هينفع مع القصة دي كلها إلا خبراء أجانب. الموضوع محسوم يا جماعة. فرصة واتنين وتلاتة ويمشي فاروق ابراهيم نور الدين ويجي الكابتن ياسر ويمشي الكابتن ياسر وكان قبليه الكابتن جمال ويمشي الكابتن جمال وكان في كابتن عصام وفي الاخر المحصله هي هي، النتيجه هي هي، الاخطاء هي هي. عارفين ليه؟ عشان المساله مش مساله فنيات بس، مساله علاقات. وبالحب وبالكره بنشوف التعيينات. ده للاسف اللي احنا بنشوفه الفتره الاخيره. فاصل وبعد الفاصل ضيف الفقره الحواريه
الناقد الرياضي والكاتب الصحفي الاستاذ عبد الحكيم ابو علم، الناقد الرياضي بالاهرام، في فقره مهمه جدا هنتكلم في تفاصيل مثار على السوشيال ميديا، اكيد محتاجين نتكلم فيها في الفقره الحواريه من برنامج الترند. اهلا بحضراتكم من جديد، والفقره الحواريه مع الكاتب الصحفي والناقد الرياضي الاستاذ عبد الحكيم ابو علم اللي بينورنا كل يوم اثنين في برنامج الترند. استاذ عبد الحكيم منور الدنيا. الله يكرمك يا محمد، انا بكون سعيد معاك ونتمنى ان احنا نقدم حاجه تكون يعني فيها على الاقل فايده للناس، مش زي اللي احنا بنشوف في الوسط في الايام الاخيره في بعض وسائل الاعلام وبعض منصات الاعلام. الناس يعني على الاقل حتى ما كانتش مثلا تستفيد تبقى بتقدم ماده صحيحه، تبقى صوره كويسه عن الاعلام. اكيد احنا محتاجين نتكلم في الكوره وبنتكلم في تفاصيل مهمه جدا على المستوى الفني وعلى المستوى المهني كمان كاخبار بتتداول في المواقع الرياضيه ومن خلال الصحف، ولكن عايز ابدا معاه من اتجاه السوشيال ميديا. هي السوشيال ميديا بقت فيها شحن كبير قوي واخبار مفبركه وسكرينات ممكن تكون مفبركه، شايف المشهد ده ازاي؟ وانت ناقد رياضي اكيد مهتم جدا بالعمل الاعلامي والمهني وتاثير السوشيال ميديا على الكلام ده. تصدق فعلا دي قضيه خطيره جدا. يعني انا عايز اقول لك مثلا اني انا بالنسبه لي متفاجئ من طرح الموضوع، بس انا عايز اقول لك على حاجه. مثلا احنا بنحاسب لعيبه الكوره على كل همسه ولمسه، واحنا اكتر ناس بننتقد لعيبه الكوره على ان في بعض الناس مثلا مش مدركه ان هي مثلا في كيان كبير او لاعب او اتنين، يعني بتحاسبه على التصرف، ممكن يكون حضر المناسبه وبتاع، وده على فكره حق طبيعي للجمهور وحق لاي حد. بس انت في نفس الوقت هو لعيب الكوره في الاول وفي الاخر ده بني ادم انسان. طب انا عايزك تتخيل انت لو ضربت سكرين او عملت سكرين مثلا للاعب ان هو بصوره تيشيرت الزمالك والاجواء مشتعله وان دي منزلها على صفحته، انت متخيل مثلا لو في جمهور تاني يا محمد من النوعيه اللي هي متحمسه زياده عن اللازم لفرقتها وشايفه انتماء اللاعب، وقابلت اللاعب في مطعم مع اسرته، قابلته في اي مكان موجود فيه، وحصل موقف مش حلو نتيجه سكرين انت ضربتها او عملتها حتى على السوشيال ميديا، فانت هنا ازاي تظبط الموضوع ده وازاي تقفله؟ انت الاربع ايام، خلينا نتكلم بوضوح شديد جدا من غير ما نزوق الكلام. امام عاشور اخر يومين ثلاثه اتضربت كم سكرينات عليه وعلى محمد الشناوي وعلى لعيبه مثلا، بس خلينا نتكلم على ان كان في واقع. انا عايزك تتخيل لو في بني ادم عادي، يعني انسان عادي ما عندوش ادراك لان معظم الحاجات دي اغلبها فيك، وقابل امام عاشور في مطعم بيقول له انت منزل صوره الزمالك وبتاع، راجل كان مع عاشور بيتعشى في اي مكان يعني عادي، وحصلت مشكله وحصل اعتداء حصل ضرب، واقع الكلام اللي انت بتعمله ده على اللاعب شكله ايه؟ طب احنا وصلنا لمرحله احنا بنحاسب اللعيبه وده حقك، لكن امتى نحمي اللعيبه؟ ما هو ده على فكره الاتحاد الدولي لكره القدم في كل بطوله، وارجع كده للبطولات الكبيره، بيعمل منصه اسمها اللي مش عارف، انا مش فاكر المسمى بتاعها، بس ما معناه انت بتحمي اللعيبه من الاهانه او العنصريه او لا اللي هو اللي جوه يعني في وسائل التواصل الاجتماعي، ودي كانت اخر حاجه في كاس العالم للسيدات اللي اتلعبت في المكسيك على ما اتذكر، كاس العالم للسيدات كان فيها الموضوع ده، في منصه عبر مواقع التواصل الاجتماعي انك بتحمي اللعيبه من اللي بيحصل لهم على وسائل التواصل الاجتماعي، اي اهانه اي حاجه من الكلام ده كله. فبالتالي امتى احنا نطبق الكلام ده؟ واحنا كمان دلوقتي عندنا مجلس اعلى لتنظيم الاعلام، انا مش عارف الكلام ده يدخل ضمن دور ولا لا، نتمنى، لان الوزير السابق خالد عبد العزيز ده هو راجل رياضي في الاساس وهو يعني فاهم وعارف، يعني بنبارك له بالمناسبه لانه بصراحه شخصيه عظيمه ويستاهل كل خير، ونتمنى له التوفيق في المهمه الصعبه دي الفتره الجايه. وهو كان وزير الرياضه، وزير شباب ورياضه، وعارف كويس جدا اللي يتعرض ليه اللعيبه، ومدرك حجم اللي احنا بنتكلم فيه بالظبط، ان انت دور مهم جدا الحاجات دي تواجهها ازاي. انا عارف ان هي صعبه ومعضله كبيره جدا في ظل توغل عالم السوشيال ميديا، بس خد بالك ضررها في الحته دي ممكن يؤدي ان انت تصحى في يوم من الايام على كارثه. في ناس متعصبه جدا للكوره ومتعصبه جدا لانديتها، فانت لو في ضربه سكرين او اتعمل حاجه ضد لاعب معين وحد قابله في مكان ما وحصل اعتداء وحصل مشكله بلاش دي، انت ممكن بتاخد وقت قد ايه من المسؤولين عن الكوره؟ يعني مثلا لو سكرينات اتضربت لاي لاعب، مدير الرياضي يشتغل ومدير الكوره يشتغل يتحقق من كده، انت بتاخد وقت كبير جدا. هل احنا عندنا اليه ان احنا نحد من الموضوع ده نعرف نواجهه؟ نتمنى يكون في اليات معينه على المستوى القانوني طبعا فيه، وعلى مستوى الاعلام الرياضي يكون في حاجات تواجه. طيب الكلام ده، هل السوشيال ميديا وتناولها لكل ما يدور داخل النادي الاهلي بشكل مكثف حتى لو في امور سلبيه
بتاثر بالسلب على المنظومه وعلى اللعيبه وعلى الجهاز الفني؟ بص اللي بما انك انت على تواصل دايما مع الاجهزه الفنيه او اللاعبين يعني. انا بقول لك الكلمه دي ليه؟ لان اللعيبه بتشتكي من الموضوع ده. بتشتكي طبعا. بص اللي يقول لك ما بشوفش وما بتاثرش ده يبقى عالم في عالم مغيب. السوشيال ميديا دلوقتي بقت حاجات من الحاجات الضروريه في الحياه، هي لها ايجابيات كتيره بس سلبياتها دلوقتي في الوضع العام اللي انت فيه فيها سلبيات كتيره، خصوصا ان بقول لك البعض بيدس على، يعني انا نفسي شايف ورصد الكلام ده بحكم شغلي، ان في حمله مضاده ضد عدد من لاعبي النادي الاهلي. حمله طبعا. انت لما تيجي تشوف مثلا امام عاشور واللي بيحصل معاه، بص انا هنا مش بقيم موقف امام عاشور والازمه اللي حصلت، انا ماليش دعوه بالموضوع ده. انا بتكلم تبعيات هذا الامر. انت كل يوم بتلاقي 3 4 5 سكرينات على حساب امام عاشور في الانستجرام مضروبين. ايه الصوره اللي انت عايز تبنيها والصوره اللي خد بالك انت بتصدر اكاذيب، لحد ما في يوم من الايام مع الوقت تتصدر صوره، سيبك من امام، على اي لاعب، ان اللاعب ده سلبي، ان اللاعب ده تبتدي يتكره عند جماهير النادي الاهلي، تبتدي ترسم له صوره ذهنيه مش حلوه. خد بالك دي جزء من الحرب النفسيه بالظبط. ممكن ناس او انديه تستخدمها، بتكون صوره ذهنيه لو انت شايفها ايجابيه بيخليك سلبيه. هرجع لك لحاجه بس بسيطه جدا. معلش في دقيقه، فاكر ماتش 3-1 بتاع الترجي التونسي اللي الاهلي كسبه في نهائي دوري الابطال اللي كان هنا؟ فاكر السكرين الجواب اللي طلع المضروب ان الحكم خد فلوس من الشركه الراعيه؟ فاكر طبعا. فاكر ساعتها ده كان برعايه مقدم برنامج دلوقتي منتشر ومتواجد، ويمكن اللي عمل كده منتشر في البرامج القصه دي اتاخد عليها قرارات وابتدت بقى وتحصل شحن في تونس والكلام ده كله. بعد سنه، شوف الواقعه خدت صدى قد ايه، بعد سنه اصدر الكافو بره الحكم الجزائري وقال ما فيش حاجه من الكلام ده كله والكلام ده كله، ورجع يتمرن. هو اتوقف فنيا. اتوقف فنيا. هل شفت حد اعتذر؟ لا، ومن غير الاعتذار يعني زي ما بيقول انت في القضاء، يقول لك على حجم اللي دينا تنزل توضيح بنفس المساحه، ايام كان الصحافه القديمه المحترمه اللي احنا كنا بنعرفها. هل حد برأ ساحه الحكم وقال ان كل الواقعه دي كانت من اختلاق ناس معينه؟ لا. هل اللي عمل كده اعتذر اصلا للنادي الاهلي؟ حلو. ده بالعكس اتكرم وابتدى يقدم وانت خسرت بطوله بفعل فعل، بس دي مش بس انا بقول لك اللي هي الصوره الذهنيه اللي اتكونت لمده سنه، ان حصل كذا 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 كذا. لما القصه خلصت واتضح النادي الاهلي بريء منها، واتضح ان الحكم مش ما فيش الكلام ده كله، هل حد طلع على الكلام؟ نفس القصه، انت بتعمل صوره ذهنيه على اللعيبه، يعني صوره ذهنيه على امام عاشور، صوره ذهنيه على محمد الشناوي، صوره ذهنيه على مصطفى شيبو، صوره ذهنيه على مش عارف مين، صوره ذهنيه على حسين الشحات، صوره ذهنيه على محمود عبد المنعم كهربا. وفي نفس الوقت انا بقول الكلام ده، اللاعب عليها ان يدرك انه لاعب كره قدم شهير عليه قيود. بس هتعمل ايه؟ انت بتشتغل في مصر، محمد صلاح زيك ووصل للمستوى ده عادي، لكن في نفس الوقت ما ينفعش ان انا اقفل عليهم كل حاجه. احنا شفنا محمد صلاح في الشوارع عادي، الدنيا الناس بتحترم الخصوصيات، ما ينفعش ان انا اضرب الكلام ده كله. اتمنى ان يبقى عندنا اليه نوصل للمرحله دي، عشان انت هتخسر نجوم ممكن تبقى كوادر رياضيه على المدى القريب او البعيد بالصوره الذهنيه اللي بتتصنع عليهم، وبتبتدي تصدق واحده واحده. والمصيبه الكبرى يا استاذ محمد ان احنا وسائل الاعلام بدل ما هي اللي بتوجه السوشيال ميديا، بقت السوشيال ميديا هي اللي بتحرك للاسف الاعلام. الاعلام ودي وده خلط. عشان كده بقول لك اتمنى من الوزير خالد عبد العزيز، هو انا عارف الحته بعيده بس اتمنى الحته دي تكون موجوده في حساباته. اكيد. طيب وانت بتتكلم على امام عاشور واللعيبه والشناوي، امام عاشور النهارده شارك في التدريبات، وانا عارف كانت في اخبار كتير غلط، واحنا هنا لما اعلنا ان عقوبه امام عاشور مليون جنيه ما دخلناش في قصه التدريب، لان كان القرار وقتها قرار فني مع مارسيل كولر بالاشتراك مع الكابتن محمد رمضان. النهارده اللاعب نزل في التدريبات، تفاصيل عودته للتدريبات، امكانيه سفره الى جنوب افريقيا للمشاركه مع الفريق في ماتش اورلاندو بايرتس، وسام ابو علي اشرف داري، لو عندك تفاصيل في الجزئيه دي برضو الجمهور محتاج يسمعها منك. طيب انا خليني بس اتكلم في اول موضوع امام عاشور. ما هو تعريفك للخطا في كره القدم؟ خطا لاعب او اي حد. لاعب اخطا، عوقب، نفذ العقوبه والتزم بالعقوبه، مش ده اللي احنا اتعلمناه واللي عرفناه؟ واعتذر. اوكي. طيب امام عاشور اخطا وانت اعلنت وقعت عقوبه كبيره جدا. بالظبط. حلو. اللاعب التزم ولا ما التزمش؟ اتدرب فردي وبعد كده اتدرب في تدريب المستبعدين وبعد كده نزل تدريبات. طيب اللاعب اعتذر بشكل رسمي وجوه غرف الملابس النهارده. اعتذر للجهاز الفني ولزمايله. ايه المطلوب اكتر من كده ان انا اتبعه؟ يعني المفروض ان انا اقدمه مثلا في النادي واذبحه؟ وانا هنا مش بقيم الغلط، انا بتكلم على المعالجه بتاعت الموضوع، ان احنا الموضوع لازم نحطه في الاطار الطبيعي. ارجع كده احمد حسام ميدو وديدي دروجبا واللاعب اللي كان لما اتخانق وقال لك ده سحب عليا مش عارف مين، يعني دي في قاعه انديه العالم بتحصل، وبرغم كده القصه عباره عن اعتراض غلط، بس انا احب اتمنى نحط الخطا في اطاره الصحيح، بمعنى خطا او حسن. ابراهيموفيتش على فكره. ابراهيموفيتش. الخطا يتحط ده ياما الاثنين كانوا في معركه. ما انا بتكلم، بس خد بالك برضه انت في الاول وفي الاخر كره القدم اوضه اللبس دي ايه؟
لو انت عندك بيت عند 5 6 افراد هتلاقي الكلام ده موجود فيه، فانت ما تزودش الخطا، خلاص اللاعب اعتذر وخلص. امام عاشور معلوم من الاخبار ان الموضوع اتقفل، فرص وجوده يرجع للقرار الفني. مارسيل كولر عايزه موجود معاه، هو جاهز، مش عايزه، ده حريه شخصيه برضه بالنسبه له، هو طبقا لقناعاته الفنيه انت لازم تحترمها. زي مثلا استبعاده لمحمد الشناوي، هو قرار فني، اتفاق مش اتفاق دي مش بتاعت مش بص يعني اللي انا اعرفه ده. احنا كنا زمان، مش زمان قوي، من سنتين كنا بنطالب اداره النادي الاهلي وانا واحد منهم نتعاقد مع حارس مرمى تاني. مظبوط. انت دلوقتي عندك 4 حراس مرمى كلهم افضل من بعض، كلهم افضل من بعض. فانت بدل ما تقول شابوه للخطه بتاعت النادي الاهلي، لا انت بدأت تبدا حرب نفسيه بالمين؟ ما تدخل حمزه علاء معاهم. طيب بالمرمى حمزه علاء الثاني راجل كان حارس مرمى المنتخب الاولمبي. بالظبط. ما تدخله في الحرب الثالث بالمره وراجل عايز كذا. اللي اقصده ان ايه؟ ان امام عاشور جاهز. جهاز الفني هو صاحب القرار. اكيد. وسام ابو علي هينزل تدريب يوم الاربعاء. يوم الاربعاء الصبح. الاربعاء الصبح. اشرف داري شارك النهارده في التدريب كاملا، وعلى فكره هو كان شارك الايام اللي عدت في التدريب المستمر، شارك من يومين التدريب بشكل تدريجي. القرار بيبقى بشكل فني، بس من خلال متابعتنا لمارسيل كولر ومن خلال معرفتنا ليه بحكم شغلنا، اشرف داري صعب ان يبقى موجود في اورلاندو بارتس طبقا لتفكيره. مارسيل كولر لاعب جاي لك من غياب 3 اسابيع او شهر، حتى لو اتمرن تدريبين او 3 صعب انه يكون موجود معاك كاساسي، بس انه يكون موجود معاك كبديل ده كويس جدا. انت كده كده ياسر وربيع موجودين، وسام ابو علي برضه ممكن ياخده عشان يعيشوا الاجواء عشان يجهزوا الانتر كونتيننتال. لكن وسام ابو علي ان شاء الله باذن الله يكون موجود يوم الاربعاء. امام عاشور هو قرار فني بحت، موجود او مش موجود، لكن هو دلوقتي موجود والنهارده ظهر بشكل جيد جدا على فكره. طب كويس جدا، ودي كلها اخبار مبشره. الهنا الاستاذ عبد الحكيم ابو عالم. طيب بمناسبه الانتر كونتيننتال، ما تيجي نعمل اطلاله كده سريعه على المواجهه المنتظره ما بين باتشوكا المكسيكي مع بوتافوجو. ما الناس بتزعل يا استاذ محمد. البرازيلي والكسبان وما يلعب الاهلي. طب ما الناس بتزعل. لا الناس تزعل ليه بس؟ ما خلينا نتكلم احنا في الحاجات الاهم، لان انا عارف الناس اللي بتزعل دي ممكن ما بتبقاش قادره تعيش الاجواء دي. معايا ومعاكم دلوقتي على الهواء مباشره الكابتن احمد عبدو المعلق الرياضي، واللي كان بيمتعنا في تعليقه على نهائي كوبا ليبرتادوريس بين اتلتيكو مينيرو مع بوتافوجو البرازيلي. مباراه كانت حاميه الوطيس زي ما بيقولوا من اول ثانيه. كابتن احمد مساء الفل، تحياتي ليك وتحياتي للاستاذ عبد الحكيم ابو علم. تحياتي ليك استاذ محمد، وحشني جدا. الله يسلمك. تحياتي للاستاذ عبد الحكيم وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي ومنورين الدنيا. اهلا بيك يا استاذ احمد، وفرصه كويسه النهارده. يعني لو هنتكلم على مواجهه باتشوكا مع بوتافوجو، والمفاجاه نتيجه ان فريق مطرود منه لعيب قدر يكسب اتلتيكو مينيرو 3-1. الاجواء دي وانت بتعلق على المباراه والمعلومات المتوفره لديك قبل ما الفرق دي تواجه الاهلي ان شاء الله يوم 14 ديسمبر على ملعب 974. طيب بكرر التحية ليك مرة أخرى. أهلا بيك. الفريق ده محمد من 4 سنين كان هبط لدور الدرجة الثانية. ورجع المشروع، أنت عارف إنه الأندية في البرازيل بقت شركات مساهمة. فدخل ملياردير أمريكي، هو عنده برضه نادي أولمبيك ليون اللي هو جون تكستور، واستثمر أموال كثيرة جدا. يمكن أثناء التعليق لو سمعت إنه أغلى صفقة في تاريخ الأندية البرازيلية كلها تياجو ألمادا الأرجنتيني اللي هو هيروح ليون فيما بعد. ده تقريبا كلفهم 30 مليون بس رسم انتقال للنادي الأمريكي اللي كان بيملك عقده، بالإضافة طبعا لاستحضار أفضل المدربين. لو نظرنا يمكن لو تفتكر أول مرة كان الأهلي عمل معسكر في البرتغال سنة 2001 لما مستر مانويل كان تولى مسؤولية تدريب الفريق. في الموسم ده في الدوري البرتغالي كان تقريبا في 3 أو 2 مدربين برازيليين. وكان دايما كل موسم يكون في 2 برازيليين في الدوري البرتغالي. حاليا في اخر 5 سنين تقريبا 30 مدرب برتغالي اشتغل في البرازيل. بينهم اسماء انت عارفها، جيزوالدو فريرا اشتغل مع سانتوس، جورجي جيزو اشتغل مع فلامينجو وكسب الليبرتادوريس، بيل فريرا واخد في خلال 2 سنين 10 بطولات مع بالميراس منهم 2 ليبرتادوريس. اوكي. حاليا ارتور جورجي اللي تعاقد معاه جون تكستور، وقبل كده برونو لاجي مدرب بنفيكا ومدرب ولفرهامبتون. باولو سوزا برضه اشتغل، فيتور اوليفيرا. فاسماء تقريبا 30 مدرب في اخر 5 سنين، ده معناه نجاح هائل للمدربين دول. طب ليه هم ناجحين؟ بسبب الدراسه. يعني المدرب البرتغالي دايما مؤهل كويس في السنوات الاخيره. في اخر 20 سنه قلت لك انه الاتحاد البرتغالي عمل دورات حقيقيه وليست
حاجات كاموفلاش يعني. بالظبط، لان طيب. في فرق بين الدورات الحقيقيه والتدريب الحقيقي والكورسات الحقيقيه، وفي فرق بين التدريب اللي هو يعني طيب. تحضر وكانك هروح معاك بقى لجزئيه الفرقتين نفسهم اللي هيلعبوا بعض يوم 11 ديسمبر في قطر. الفرقتين انت شايف مواجهه سهله لبوتافوجو ولا باتشوكا ممكن يعمل مفاجاه ويكسب ويتاهل لمواجهه الاهلي بعد المستوى اللي شفناه في مباراه اتلتيكو مينيرو؟ بص، في المحافل دي، في البطولات دي دايما ما فيش افضليه لفريق على فريق، يعني خصوصا الكره اللاتينيه كلها بتعتمد على القوه، كلها بتعتمد على اللياقه البدنيه. يعني انت لما سالتني الفريق انطرد منه واحد في اول 30 ثانيه، طب ازاي الفريق ده استحمل الوقت الاصلي للمباراه واستحمل الوقت المحتسب بدل من ضايع وهو بيلعب منقوص من احد لاعبيه؟ لازم تبص للاعداد البدني الرهيب للفريق، الفريق معد بدنيا انه يلعب حتى لو ناقص 102 لعيبه، بدنيا اقوياء جدا، سراع جدا، حتى وهم منقوص منهم لاعب هم اقوى في الالتحامات واقوى في السرعه واقوى في من اتلتيكو مينيرو اللي فيهم نجوم، فريق نجوم برضو اتلتيكو مينيرو على فكره، الفريقين من افضل الفرق في البرازيل السنه دي يعني. لكن اتلتيكو مينيرو مشكلته ان هو تراجع، غير فيليب سكولاري وميليتو، فحتى مش هيلعبوا في الليبرتادوريس الموسم اللي جاي، يعني الخساره بالنسبه لهم كانت كارثيه لانه هم غير مرشحين من الدوري للبطوله دي. لكن لما بتتكلم عن البطوله دي، طب باتشوكا على فكره احسن مركز 16 في الدوري وما تاهلش للادوار الاقصائيه غير مكسيكي مثلا، اكيد واخد بالك، لكنه يبقى بطل الكونكاكاف ويبقى لديه برضو اسماء، منهم سولومون روندون ده اللي كان يلعب في نيوكاسل يونايتد، مهاجمهم كان يلعب في ايفرتون سولومون روندون، وويست بروم تشيلسي لعب مع احمد حجازي في ويست بروم. غير كده انه بوتافوجو تركيزه حاليا على الدوري لانه ما فازش بالدوري من سنه 95، هو عنده اثنين دوري في تاريخه، دوري الستينات ودوري في التسعينات، لانه في الستينات تم اعتبار بطولات الكاس كانها مساوية للدوري، فبالتالي عنده لقبين بس، فكان قريب جدا انه يفوز بالدوري السنه اللي فاتت، لكن لما سابهم لويس كاسترو راح النصر السعودي مستواهم تراجع وخسروا في الامتار الاخيره، بالرغم انهم كانوا فارقين بفارق نقاط كتير. اكيد في المستوى ده لا ما تقدرش تحكم مين ليه الافضليه. انا بشكرك شكرا جزيلا، للاسف يمكن وقت الحلقه ضيق جدا، لكن اكيد هيبقى في اتصالات ثانيه ومناقشات مهمه جدا في الايام القادمه مع قرب موعد المباريات لما الفريق يسافر قطر ان شاء الله يوم 10 ديسمبر. شكرا جزيلا كابتن احمد عبده المعلق الرياضي، قال كلام مهم جدا، قال لك شاريه لعيب ب 30 مليون يورو والبطوله جايزتها 23 مليون يورو، وانت هنا في مصر دوري الابطال 4 مليون دولار. طبعا كلام كتير هنقوله بس طبعا. اخرج لفاصل. طب هو باتشوكا ولا باتشيكو؟ باتشوكا. استاذ حكيم لازم يدي واحد على الهواء. نخرج الى فاصل ثم نواصل بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، والجزء الاخير في الفقره الحواريه مع الاستاذ عبد الحكيم ابو علم. الوقت بيجري معاك بسرعه جدا والوقت ممتع جدا معاك في التفاصيل بنتكلم فيها، بس هسالك اسئله سريعه. ماتش الاهلي يوم 10 ديسمبر في كاس الرابطه هيتلعب ولا هيتاجل ولا ايه اللي هيحصل مع الرابطه في الايام اللي جايه؟ لازم يتاجل طبعا، انت بتتكلم ان هلعب الاهلي هيلعب يوم 7، هيجي يوم 8 الصبح، الماتش اتحط يوم 10 والمفروض الاهلي يسافر في نفس اليوم عشان يلعب نص نهائي الانتر كونتيننتال، وبعد كده هنا الحته دي بس لائحه العقوبات اللي معموله بتاعت كاس الرابطه دي اعلى من لائحه عقوبات اتحاد الكوره كاس مصر، اعلى من عقوبات الدوري نفسها كمان. الدوري كمان يعني انت بتتكلم ان النادي ما لقاش 5 مليون جنيه، فلا يعني اتمنى ان في يعني في اعاده هيكله للكيانات الموازيه دي تدخل ترجع تاني تحت نطاق اتحاد الكوره، يبقى في تنظيم لكاس الرابطه. انت ما استغربتش من الميعاد نفسه؟ ما هم عارفين الاهلي راجع من جنوب افريقيا 8، ما هو دي مسافر 10، ما هو دي حته تبين لك ان في نيه ان انت مش عايزك تلعب البطوله. ليه عارف. بالعكس ده الاهلي المفروض اسمه ومكانته والاعلانات والقيمه التسويقيه من مصلحته ان يبقى الاهلي يكون موجود. انت عندك مساحات كبيره جدا الموسم، انت السنه دي موسم استثنائي، ما تلعبه في اي وقت تاني، ليه حط يوم 10؟ هو الغريب وليه بدل المسابقه بدري السنه دي؟ هو الغريب ان الجوله الثانيه في مارس 2025. طيب يبقى انت عندك وقت طويل جدا انك تلعب فيه، واحد يقول لك الاهلي يلعب الصف الثاني، فين الصف الثاني؟ بطوله 2005 بتاعت الصف الثاني بتاعت الفريق كانت موقوفه بقى لها شهر ونص بسبب منتخب ميكالي، فانت هترجع بماتشات مضغوطه، فبالتالي ما فيش وقت انك تلعب فريق منهم يلعب معاك في كاس الرابطه. طيب التحكيم ومشاكل التحكيم
وللاسف اخطاء بتؤثر في نتائج المباريات. هو كل عقل امبارح اقر ان الاهلي ليه ضربه جزاء وليه هدف صحيح، وانت اتكلمت في الانترو كل، بس انا عندي سؤال للناس اللي هم المفروض بيقدموا نفسهم كرؤساء لجنه التحكيم، وانا هتكلم بالاسماء الكابتن رضا البلتاج والكابتن جهاد جريش. امبارح طالعين انتوا الاثنين في شاشه تلفزيون واحده وطالعين ورا بعض، واحد فيكم يقول على ضربه الجزاء دي مش ضربه جزاء والجون جون، يعني اللي هو ايه يقرب واحده ويتناشى اللي بعده على طول يروح قايل العكس بتاع التاني دي مش ضربه. طب الصوره اللي أنا لو انا كمان ادم مشاهد بس بسمعكم هقول انا ازاي بعد كده وانت جيت رئيس لجنه حكام اصدقكم؟ يعني كابتن رضا البلتاج وجهاد جريش الاثنين كل واحد بيقدم نفسه رئيس لجنه حكام، طب انتوا واحد فيكم جه في يوم لما صدقكم ازاي وانتوا الاثنين بتقولوا كلام عكس بعض في لعبه كره قدم واضحه للاعمى؟ الراي متضارب قصدك، والصوره انت لو واحد قاعد قدام التلفزيون بيتفرج عليك دلوقتي وقلت اثنين واحد بيقول حاجه والتاني بيقول عكسها في واقعتين مع بعض دي كارثه، وفي نفس المكان والاثنين ورا بعض مفيش. اصل بص ما تقوليش خلاف على، احنا مش بنتكلم مثلا بتقول لك بقول لك اصل جدي انت تقول لي ما جدتش، دي كوره واضحه للعالم مش محتاجه اصلا الكلام اللي بتتكلم فيه ده. ممكن تقول مش ضربه، انتوا الاثنين تتفقوا مش ضربه جزاء، ارجعوا للجروب اللي كنت فيه في الاول، الجروب اللي كان فيه في الاول ارجعوا للجروب قال اللي كنت تتفقوا بتقولوا، وبعد كده تطلعوا تقولوا انتوا كلكم عجباء شكلها حلو والطف. طيب انا عندي ملف تاني بس الوقت الحلقه للاسف مش هيسعفنا نتكلم فيه، ملف رخص الانديه المحترفه ده هنأجله للاسبوع اللي جاي لان ملف مهم جدا. انت عندك تفصيله فيه سريعه قبل ما انا عندي ان الاتحاد الاوروبي عشان يطبق الموضوع ده خد من 2011 لحد 2015 هنبتدي ياخده بشكل تدريجي، احنا عشان نطبقه في مصر هيقعد كام سنه ده اذا طبقناه اصلا. يعني انت عشان المفروض تبدا دلوقتي، اعتقد ان المهندس هاني ابو ريده وزير الشباب رياضه ليدوه في الموضوع ده، لان تاخد بالك حتى لو اتحاد الكوره كان صلاحياته كبيره في انديه بره اختصاصاته او ميزانيتها بره حساباته اكيد، فبالتالي لازم وزاره الرياضه تشتغل مع اتحاد الكوره لتطبيق الملف ده. رخص الانديه المحترفه، مبدا اللعب المالي النظيف، الرخص بتتاخد طبقا للقواعد والقوانين ولا لا، هل الاتحاد رقيب ولا لا، هل الميزانيات معروف مصدر دخلها ولا لا، ملف كبير جدا. ايوه استاذ محمد زعلت من مش هتابع كلامك وقتنا، بس انت ما ينفعش النادي يبقى بيصرف مليار و100 مليون جنيه في السنه واجمالي الانكم بتاعه الايرادات مثلا 100 مليون جنيه، وتيجي تقول ان المفروض ينافس الاهلي، المفروض انا بصرف على 19 20 لعبه وميزانيتي كسبانه 65 مليون، فهنا المنافسه اللي انت كنت بتتكلم عليها مش موجوده على ارض الواقع. ونعرف مصدر دخل الفلوس دي جت منين اساسا مش واضح. استاذ عبد الحكيم انا بشكرك، نورتني وشرفتني. الشرف ليا يا استاذ محمد، ربنا يخليك. يعني الوقت كان سريع جدا واتكلمنا النهارده في ملفات كتيره، اتكلمنا عن التصنيف، شرحنا القواعد قبل ما تعلن بشكل رسمي واللي هتسمعوه في الساعات اللي جايه، اتكلمنا عن حاله اللاعبين والجاهزيه والسفر الى اورلاندو بايرتس يوم الاربعاء، تاكد سفر الكابتن حسام غالي رئيسا لبعثه فريق النادي الاهلي وتم الاعلان رسميا فتح باب الاشتراك لجماهير الاهلي في قطر في الفتره من 4 ل 19 ديسمبر لكل الجماهير المصريه والعربيه في قطر والسعودية والإمارات والكويت والبحرين وعمان. النهاردة حلقة فيها كواليس وتفاصيل كثيرة جدا، لكن بالتأكيد أكيد لسه مستمرين معاكم في الحلقات القادمة، عندنا ملفات، عندنا قضايا، عندنا أخبار مهمة جدا، لكن وقت الحلقة للأسف يعني مر بسرعة. بشكر أستاذ عبد الحكيم وبشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة، وإلى اللقاء غدا في حلقة جديدة من برنامج الترند. شكرا وإلى اللقاء.